وجاءت في لمة من الحفدة ووقفت أمام الباب تطرقه، مع أنها مأذونة تدخل بدون ما تطرق الباب بيدها لكن مؤدبة. وقفت على الباب تطرقه، فلما وقعت عينها على آثار فاطمة والحسن والحسين نادت أحلى سنين عمري واجمل ايام من طبيت هذا البيت خدامة، طلبت الله من قلبه وترجيت اطبا خادمة وهالبيت طبيت. من الطارق قالت قلي لها معباس على الباب جت تبكي ويل الفقد الاعباب. ذهبت هاي الجارية قالت سيدتي ان امرأة بالباب تقول شريكتكم من هي؟ قالت تقول معباس يقولون. فوقفت العقيلة متكئة على بعض النسوة صحت يا الفوامة طب فك الباب وتلقى شريكتنا بالمصاب. صاح الصمت قمن تلقنا فتح الباب دخلت أم البنين ضمتها العقيلة أمه قتلوا العباس. صرخت وحسينة أمه قتلوا جعفر. قالت وحسينة قتلوا عون. قالت وحسينة قتلوا عبد الله. قالت خبريني عن ولد فاطمة. لفات أم البنين تقوم وطيح وين أهلك يا زينب راحة وطيح وين بدور هاشم والمصابيح وين حسين والينا المشيح تقلع والدمع يجري من العين تخبرين عن أولاد الميامين. أخاف أن قصر وعن نظرة حسين وعن دم بخجال وجيت والسم تقلع والدمع يجري من العيون قضى ويم البنين بخطة الكون مضى وما بين المطبار مطعون وبين البلعمة دراسة الشم. قامت تخبرها التفتت أم البنين نادت نشدي اتش على راعي المحنة اش سوى الخوات من نفن ادري غيور بيه ظن شجاع وضرب السيف فن ابويا ونشان مو راضين عنا لروح الكربلاء وعات غن نظرة يا أم البنين اقضي حوائجنا كرامة للعلماء إذا مولنا احنا دول أولاد شوف علماء وهالمؤمنين جايين وهالقلوب المحروقة سيدتي شرف محضرنا هذا اليوم بركة نحر الحسين يا أم البنين إن كان مراضين عنا لروح الكربلاء وعات بنا حليب الرضا اعتلى حرما. قالت لها والله يا أمه فارقته يوم الحادي عشر تقول وجسد أخي العباس كالقنفذ من كثرة السيف. قالت الحمد لله يا يما على نصيبي وحلال عليك يا ولدي حلي.
بيت الدعاء أريدك تعطي حقها، أسألك الدعاء، اسمع خويا بقلبك. يقولون جلست ودرن عليها النساء وهي بين باكية وبين ناعية وبين يغشى عليها من هول ما سمعت، يقولون وإذا بها اصفر وجهها وظلت تبكي. أم البنين ما بكي، أسألكم الدعاء. قالت حسرة ظلت بقلبي والله شكبر بلوان، ما ادري ايش اقل للزهرة بحشري لما نلقى. اسألكم الدعاء. نادت حسرة ظلت بقلبي والله شعظم بلواها، ما ادري ايش اقل للزهرة بحشري لما نلقى. لا صوت الضرب متني تقول هذا ما وصيت. نادت لا صوت الضرب متني ولا عيني طفض واها، ولا بت عندي ويزينب راحت بالسب وياها.